السلام عليكم، معكم تاني سليمان وسويفت فور. بعد ما انهينا التصميم راح نبدأ بإنشاء حاليا التايمات. خلينا أول شيء أعمل رن لنشوف مع بعض كيف صار التصميم. خلينا نضغط على ستارت. جميل جدا، حاليا انا بدي بس اضغط ستارت يبدا التايمر هون عندي يبلش يشتغل ويبلش يعد الثواني والدقائق والساعات. وطبعا هون عندنا باز، فينا انه نوقفه لفتره ونرجع نشغله من اول وجديد لنفس النقطه او الدقيقه اللي انا وقفت عندها، او فيني اعمل له ستوب بحيث نوقف العد نهائيا. وطبعا راح نعمل كمان شغلات. حاليا هذا اللي بدي اعمله اول شيء هو انه راح يبلش هذا الليبل بالعد، لذلك هون راح نروح على ملف الفيو كنترولر لنبدا. طبعا هذا هو التايمر ليبل اللي انا بدي اياه يبلش يشتغل. اول شيء بدي اعمله هون بدي اعمل فانك راح اسميها التايم سترينج. راح يجينا الوقت اللي اشتغلناه على نحطه داخل الليبل. واول شيء انا بدي هون اعمل انا بحتاج هون لبارامتر اللي هو التايم، وراح يكون من نوع التايم انترفل. اوكي، هاي العملية. أول شيء أنا بدي أعمل الساعات، ساعات في عندي وفي عندي دقائق وفي عندي ثواني. أول شيء let ال hours هي راح تساوي ال time اللي هون. ال time هذا ال time interval هو عبارة عن الثواني، لذلك الساعة هي عبارة عن كم ثانية. أول شيء الساعة هي عبارة عن 60 دقيقة، والستين دقيقة فيها 60 ثانية، بالتالي الساعة فيها 60 ضرب 60 واللي هي بتجي 3600. لذلك هون ال hours راح تساوي ال time تقسيم 3600. بس في شغلة انه ال time هون هو من نوع ال double، وانا بحتاج انه يكون من نوع integer، لذلك هون راح احطه بين قوسين واحط انه هو من نوع انتجر. طبعا هون انا هاي العملية بدي اياها ترجع لي string اللي هو هلا حاليا. بس نمشي بالكود راح تشوفوا ليش انا بحاجة لانه تكون ترجع لي string. اوكي، ثاني شي بدي المنت الدقائق منت وتساوي شو هي المنت. المنت هي عبارة عن التايم اللي هو الثواني، هو عبارة مثل ما حكينا انه ثواني. كمان بدي احطه من نوع الانتجر تايم تقسيم 60 اللي هو تقسيم 60 اللي التايم هو عبارة عن الثواني. فهو غير شو هذا informatable minutes was never used. لا بلا حيتم استخدامه بس مو هلا. لذلك هون وبالإضافة إنه المنت راح تكون هي عبارة عن باقي الأورز، لذلك هون بعد ما نحنا نقسمه على 60 راح نعطيه إنه باقي كمان 60. أما السكند راح تساوي الانتجر of time باقي 60. اوكي، حاليا الساعات التايم هو اول شيء عبارة عن ثواني. ثاني شغلة انه الاورز هي عبارة عن 3600 ثانية، لذلك هون نحن حطينا التايم تقسيم 3600. أما المنت
فهي أول شيء عبارة عن تقسيم 60، يعني هي أول شيء راح يكون تقسيم الثواني، وهون باقي الساعة يلي من هون راح تتلقاه. أوكي، أما السكند فهي بس إنه باقي الثواني بعد ما تنحط الأورز ونحط المنت قديش الباقي، فنحن راح هون نعطي في السكند. طبعا أنتوا بتعرف إنه هاي الإشارة معناها الباقي. أوكي، حاليا هو مطالعنا أساسا هذا التنبيه إنه لازم نحن نعمل return. أوكي، بدي أعمل return string. أوكي، بدي الفورمات. فورمات مع هاي الفورمات هو عبارة الفورمات الخاص بالساعات والدقائق والثواني راح يكون بهذا الشكل 0 2 i. خليني انسخ هاد ورجع command c command b ورجع command v. اوكي، هذا هو الفورمات، وهون الارجمنتس راح احط انه hours و minutes دقائق و seconds. أظن أنه ما كنا بحاجة للشق الآخر، حذفته. أوكي، حالياً هيك هاي العملية Time String شو اللي عطتنا إياه؟ عطتنا قيمة من نوع String اللي هي هذا الفورمات، طبعاً هو الخاص بالساعات والدقائق والثواني. فهون أنا كمان رجعت أعطيته أنه هذا الفورمات هو خاص بالأورز اللي نحن هون حطينا المنت والسيكند. هاي العملية. أوكي، حاليا الشيء الثاني اللي أنا بحتاج لإني أعمله، أوكي، حاليا أنا راح أبدأ كمان أعمل عملية أخرى. أول شيء بحتاج لاني هون اعرف متغيرات. اول شي راح اعرف متغير خليه بلا ما يكون اسمه تايمر، ويكون من نوع التايمر. هذا اول متغير. ثاني متغير انا بحتاج var second، وراح تساوي 0. var resume tab طبعا راح تساوي هون false. طبعا حاليا هلا بتشوفوا استخدام هاي المتغيرات اللي عم اعرفها. وثاني شي في كمان var is كمان بظن اني كمان بحتاجه. اوكي، هذا من نوع true. اوكي،
اوكي، وهون هذا التايم سترينج راح يعطينا الوقت اللي عم نعمله كسترينج، وهون راح اعمل عملية اخرى راح اسميها ال update time. الابديت تايم هون انا عرفت السكند. اوكي، هذا السكند هو يساوي صفر. انا بدي هاي العمليه بعد ما انا بدي اجيب الوقت اللي هو اول شيء راح يبدا بصفر صفر صفر، انا بدي اياه يبلش يعد خطوه خطوه ثانيه ثانيه. فاول شيء بدي اعمله هو انه بهاي العمليه بدي احكي له انه السكند بلس يساوي الواحد، انه عد خطوة خطوة. ثاني شيء التايمر ليبل دوت تكست راح تساوي التايم سترينج. العملية اللي احنا حكينا هي راح ترجع سترينج. طبعا هون هو بده تايم اللي هو عبارة عن الثواني، اللي هو أساساً هون ببلش بعد خطوة خطوة اللي هي السيكند اللي أنا عرفتها. السيكند يس. بده من نوع مثل ما لكم لاحظين انه هون السكند هي من نوع اساسا انتجر، لكن هون بيحكي انه احنا ما بنقدر نعمل convert لفاليو من نوع time interval للانتجر. لذلك هون اللي بحتاج اني اعمله هو اني هون راح احطه بين قوسين واحكي له انه هاي هيك صار في قوس ناقص. هون راح اكتب time interval، يعني هاي القيمة السكند بالنوع time interval command b. تمام، الكود صار ما فيه اي خطأ. شوفوا، اول شيء نحن هون حكينا انه هاي العملية راح ترجع لنا قيمة من نوع string. التكست هاد التايمر دوت تكست اللي هو الليبل ما بيستقبل قيمة إلا من نوع سترينج. أول شغلة. ثاني شغلة هو إنه هذا السكند لما نحن هون حطيناه من نوع زيرو، فهو هذا صار من نوع الانتجر بدون ما نحط أساسا إنه هون مثلا من نوع انتجر. الإكس كود لحاله فهم من إني أنا حطيته بس صفر جنبه يساوي، فهو خلاص حط لحاله نوعه إنه من نوع انتجر. لكن هون التايم كان هو بده شيء من نوع التايم انترفل، لذلك هون كان بحاجة اني ارجع احط السيكند اللي هي من نوع انتجر بين قوسين واحكي له لا انه هاي من نوع تايم انترفل لحتى يمشي حال الكود. ثاني شيء بعد هاي العملية، بعد ما عملنا لها ابديت، يعني انه هاي العملية صرنا ننفذها، اوكي حاليا بعد ما هذا نحن هون تقريبا خلصنا. لكن الابديت تايم انا بدي هاي العمليه تم دائما تشتغل طول ما انا حطيتها ستارت. خلاص هاي دائما لازم تشتغل، تعدل لي عدد الثواني وقديش انا قاعده مثلا على موضوع معين. لذلك هون انا بحاجة اني اعمل عمليه ثانيه راح اسميها مثلا run timer، اللي هي عشان يضل دائما هذا التايمر شغال، وهو راح يكون عبارة عن انا عرفت هون متغير تايمر من نوع تايمر، يعني انا بدي دائما هذا يضل شغال هاي العملية. فانا هون داخل هاي العملية بدي احكي له انه هذا التايمر يساوي تايمر دوت the scheduled timer مع block. لا انا كل اللي بحتاجه repeat. هاي هي العملية اللي انا بحتاجها. اول شغلة بدهم التايم انترفل، يعني قديش هاي العملية
أنا بدي إياها تظل تنعاد، إنه أظل أعد وأحسب الدقائق. طبعاً أنا بدي إياها كل ثانية تحس بلي، لذلك هون راح أحط عفواً شو هاد؟ كمان زد. أوكي تمام، رجعت مثل قبل. أوكي فأنا بدي هاي العملية اللي هي update time تظل تشتغل كل ثانية، فكل ثانية بهاي الحالة السكندز بتزيد، وبتم تنفيذ هاي العملية time string اللي بهاي الحالة بيزيد السكند، بعدين بتصير minutes hours وهكذا. لذلك هون أنا راح أحطها 01. التارجت طبعا سيل، السلكتر view controller، او فيني احكي مثلا self dot. شو هي العملية اللي انا بدي اياها تصير كل ثانية؟ هي الابديت تايم، لذلك هون راح اعمل الابديت تايم. اليوزر انفو نل، والريبيت طبعا ترو، بدي اياها دائما تضل شغالة وتنعاد. حاليا هاي شو صار؟ ارد ريفرس تو انستنس ميثود ابديت ذاتس نوت تو اوبجكتيف سي. كمان بي اوكي، هذا تحديث السويفت 4. اوكي ممتاز. حاليا انا بدي بس اضغط على ستارت هون داخرج بس اعطي ستارت، انا بدي هذا العداد التايمر يبلش يشتغل ويبلش يعد. لذلك هون راح احضر العمليه بعد الضغط على ستارت، هون راح اعمل الرن تايمر، جيبوا لنا هاي العمليه. اوكي خلينا نعمل رن ونشوف شو صار معنا. اوكي ستارت، واو العملية اشتغلت، وهي مثل ما لكم ملاحظين انه العداد اشتغل وبلش يعد. حاليا الخطوة اللي بدي اعملها اظن انه لهون احنا راح نوقف ونكمل بالدرس القادم ان شاء الله.